أنا اسمي سما، صرت نباتية من شي 5 سنين لسببين، صحي وأخلاقي. الصحي مشان جسمي وصحتي، الأخلاقي إنه ما بحب أأذي حيوان مشان أنا أستمتع بالأكل. هلأ في أكلات بناكلها، يعني بناكلها بنقدر نطبخها مع لحمة وبدون لحمة، زي الرز، رز مع الخضار المشكلة، في رز بحمص، في بنعمل عدس، في خضروات ورقية بناكل كثير، الفواكه، الشوفان، السمسم، جوز الهند. أحيانا بعمل لبنتي حليب جوز الهند أو حليب الشوفان أو حليب اللوز. أنا اسمي رامي حنا، أنا نباتي من عمر تقريبا 4 أو 5 سنين. السبب أنه يعني من كنت صغير جانا خروف هدية على البيت، وأهلي يعني ذبحوا هذا الخروف قدامي، ما كان يعرفوا طبعا أنه راح يصير صدمة نفسية أو تأثير عندي. الأشياء اللي ناكلها طبعا كل الخضروات والفواكه والبقوليات، بس إذا مثلا أحس أنه مثلا أحتاج بروتين، موجود أكيد بكل النباتات وبكل البقوليات، خصوصا بالبقوليات وخصوصا فول الصويا اللي هو بديل رائع للحم، يعني أنه في كثير بروتين، خصوصا انه انا اصنع الجبن اللي يسموه جبن التوفو. بالنسبه للجبن، هذا جبن ينصنع من فول الصويا، فيها طبعا يعني بروتين بنسبه عاليه جدا، يعني يضاهي النسبه الموجوده باللحم او بالسمك. ومعنا أسيل المعايطة، ماجستير في التغذية العلاجية. صباح الخير لك أسيل، واهلا ومرحبا بك معنا. صباح الخير أسهل، هلا كيفك؟ أهلا فيك. يعني إحنا اليوم موضوعنا كتير مهم، بخص شريحة كبيرة من المشاهدين اللي بيتابعونا، أيضا كتير ناس عم تتبع النظام الغذائي النباتي. لكن أول شيء بداية بدنا نعرف منك، يعني معنى الشخص النباتي؟ الشخص النباتي هو الشخص اللي بيمتنع عن تناول اللحوم. أما النظام الغذائي النباتي بتعدد، فهو عندنا أكثر 3 أنواع شيوع عم بدي أحكيها. نعم. أول نوع اللي هو الفيجن، اللي هم بيستثنوا اللحوم بكامل أشكالها، يعني لا دواجن ولا أسماك ولا لحوم حمراء، بالإضافة أنهم ما بتناولوا البيض والأجبان ومشتقاتهم. نعم. أما نباتيين الحليب أو لاكتو فيجيتيريانز، لا بتناولوا الحليب ومشتقاته. واللاكتو أوفو فيجيتيريانز، نباتيين البيض والحليب، بتناولوا البيض والحليب بس برضه بيمتنعوا عن تناول اللحوم بكامل أشكالها. نعم، يعني احنا لاحظنا من التقرير بالنسبه لرامي وزوجته، هم فعليا يعني ما بلجأوا لياكلوا الدواجن ولا الاجبان، حتى بصنعوا الجبنه الخاصه فيهم اللي هي جبنه التوفو اللي حكى عنها. هم فيجنز بيكونوا. نعم، نباتيين صرف. نعم. طب يعني شو نسبه انتشارهم في العالم؟ عم نشوف عم بيكتروا اخر فتره. صحيح. هلا بالبدايه هلا هم بالهند تقريبا 30%، اما هلا بالعالم الغربي بلش عندنا كثير يزيد، يعني دائما بتلاقي دول اوروبا هي الدول اللي موجود فيها كثير نباتيين. سبب وجود نباتيين هلا اخر فتره يعني بلشت انه في استغلال للحيوان، يعني طرق سلخ الحيوان وصعق الحيوان، هذا الشيء بخلي يعني اللي بالغرب انهم يحسوا ان الحيوان مضطهد وبيستغل. ومن هاي الناحيه حتى مش بس بطل انهم يتناولوا الحيوان، لا بطلوا يستغلوه باي شكل من الاشكال، يعني لا بيلبسوا الصوف لا الجلد. فهم يعني مش بس بلانت بيس دايت، لا هو من مبدأ يعني بدك تحكي. نعم. فبتلاقي بالغرب أكثر، عندنا هم بالعالم العربي إلى أقل، بالولايات المتحدة تقريبا 3.3 من السكان هم نباتيين. نعم، يعني شو هي الأسباب اللي بتخليهم يتحولوا ليكونوا فيجنز أو فيجيتيريانز؟ هلا إحنا عرفنا عن موضوع إنه سلخ الحيوانات وفي ناس ضد هذا الشيء، هل في أسباب أخرى تخلي الناس تتجه لنظام الغذاء النباتي؟ غير السبب الأخلاقي. نعم. في عندك أحيانا شخص عندهم حساسية، الحساسية ناس تجاه حليب الأبقار وهيك، بقول لك إذا أنا أصلا عندي حساسية تجاه هاي المأكولات الحيوانية، قص إنه أنا بمتنع عنها. احيانا الفقر، احيانا بيئيا، يعني من اسباب بيئيه بيعتبر ببطلوا اشخاص يكونوا نباتيين، اشي احيانا دينيا. نعم. يعني في كثير اسباب بتخلي واحد يكون نباتي. نعم، يعني اكيد في منها صحيه ومنها زي ما حكينا اخلاقيه. طب هلا بنلاحظ انه اللي بيتبعوا الحميه النباتيه ممكن يعني يصرفوا مصاري اكثر على الماكولات. صح.
ممكن هلا هو الشخص هو بختار، يا اما انا بكون بعتمد على الاغذيه النباتيه زي ما هي، يعني انا باكل فول وحمص، ممكن تكون ارخص للواحد انه فلافل وتبوله وبابا غنوج، كل هالاشياء مش محتاجه لحوم. بس اذا انا بدي اتبع حميه نباتيه وبدي اتكلف واجيب منتجات مخصصه للنباتيين مثل البرجر النباتي او المعمول بفول الصويا، وفي بعض المنتجات لا بتكون نباتيه بحته، يعني بتروح تشتريها بمبلغ اكبر، بتحكي حسب انت هون بتقرري انت شو بدك تختاري، انه الرخيص او الغالي، ومتوفر بالجهتين. بس اللي بيقدر يتبع حمية نباتية بيقدر ياكل من ابسط الاشياء يعني، وتكون كتير زهيدة الثمن يعني. نعم، يعني زي ما شفنا ضيوفنا بالتقرير كانوا بصنعوا هم جبن التوفو، هم بصنعوا بالبيت، وايضا حكت انها بتصنع الحليب للصبيه الصغيره عندها، حليب من اللوز. يعني هل هاي الشغلات في متناول اليد او سهل الواحد يحصل عليها؟ هلا موجود، هلا هي موجوده، بس هم يعني عندهم ببحثوا اكثر عنها. وعندك حليب الصويا برضه موجود ومتوفر. نعم، طب ما هي الطريقه الصحيحه والمثلى لاتباع هذه الحميه الغذائيه؟ هلا الشخص لما بده يكون نباتي بده يفكر اكثر بخياراته، ومش كل شخص نباتي هو شخص صحي. نعم، الشخص النباتي لازم يخطط لوجباته، شو ما كان هو السبب اللي كان دافعه انه بده يعمل الحمية النباتية، لازم يخطط لبرنامج غذائي صحيح حتى ما يصير عنده مشاكل صحية. نعم، وبدي احكي هون نقطة، انه هلأ حتى باليو اس دي اي كان زمان تتبع الانظمة الهرمية، لكن بعام 2012 تحولت لطبق الصحي ماي بليت، ولاحظ انهم عملوا نصف الصحن كان عنا عبارة عن خضروات وفواكه. نعم. نصف الاخر في عنا حصص نشويات تقريبا الربع، المفروض هون ما زمان كانوا يحكوا ميت او حصص لحوم، لا هلا تحول لكلمه بروتين، بروتين شامل الليجيومز اللي هي البقوليات، لانه البقوليات هي حصه من حصص اللحوم المنخفضه الدهون. فاذا النباتي هون يعني هون نعملوها كانها حياديه، وبقدر الشخص النباتي هو بتناول البروتين. نعم، فهون هو لما هلا بدي احكي عن يعني من هون مدخلي للبروتين، انهم هم كيف ياكلوا البروتين. البروتين عندنا موجود بكثير اغذيه، يعني هم بيقدروا ياخذوها كبديل، عندنا الفول، الحمص، العدس، الكينوا، الكينوا كثير فيها بروتين، عندنا الصويا، حبوب الصويا كثير فيها بروتين عالي، مثل ما حكى تقريبا يعني شوي بتصير مثل اللحمه يعني انه كثير فيها، عن يعني كثير في بقوليات بتعطيك حصص البروتين. نعم، لكن في يعني بعض البروتينات الموجوده كمان في اللحوم، في عندنا كمان فيتامينات اللي بنحصل عليها من اللحوم مثل بي 12 وغير ذلك، هل طريقه تحصيل هذه الفيتامينات برضه سهله للنباتيين؟ هلا النباتي عليه عناء اكثر انه يعمل يعني تنوع في النظام الغذائي، لانه ما بكفي يعني بده يفكر صح انا كيف بدي اكل، يعني عليه مجهود اكبر بالتخطيط للحميه. فشخص النباتي يعني نبلش مثلا في فيتامين بي 12، بي 12 مثلا مش موجود في الاغذيه النباتيه كافه الا اذا كان هو نباتي يعني بتناول البيض، بقدر ممكن ياخذه من البيض، وفي عندنا حبوب بالافطار المدعمه بتكون بالبي 12. بس الشخص النباتي لازم يعمل فحوصات دوريه كل 6 اشهر، وحسب التحليل الطبيب طبعا ممكن يعطيه مكملات لانها مش موجوده بالاغذيه النباتيه. يعني بمعنى اخر ادويه وابر. طب غير البي 12 فيتامينات اخرى؟ هلا غير البي 12 عندنا يعني ناخذهم شيء شيء. نعم. عندنا الحديد، الحديد موجود برضه لازم هون يعمل تنوع عشان يقدر ياخذها من الحديد من البقوليات، بالاضافه انه بده يضيف عندنا مصدر من فيتامين سي لحتى يسهل الامتصاص للحديد. نعم. اوكي. عندنا الزنك، الزنك موجود موجود باللحوم، موجود بالاسماك وهيك، لكنه موجود بنسبه اقل في المكسرات، لكن بقدر يحصلها من المكسرات. نعم. هلا غير الزنك عندنا فيتامين دي. هلا اذا شخص ما بتناول عندنا منتجات الالبان وما بتعرض للشمس كفايه، يعني لانه بيجي تقريبا يعني جزء كبير من الشمس، هون اذا هو فيجنز وهذا برضه محتاج انه يروح عند الطبيب، ومحتاج انه يعمل فحوصات عشان يكون عنده مكملات لفيتامين دي، يعني فيتامين دي كان كتير مهم للعظام. نعم، كمان حكيتي عن بي 12 او ممكن كل الفيتامينات ممكن تكون موجوده اكثر بالخضروات الورقيه، صحيح؟ لا، الخضروات الورقيه في فيتامينات معينه بتكون موجوده فيه، يعني عندنا هلا النباتي بيستهلك اكثر، يعني بياخذ اكثر من فيتامين سي، من فيتامين اي، يعني هذول عندهم اياهم اكثر. نعم، لكن في بعض الفيتامينات لا موجوده في اللحوم بشكل اكبر. هلا طريقه تحصيلها.
هلا بدي احكي انه في يعني معظم الفيتامينات، لا يعني الفيتامينات الذائبه في الدهون موجوده في الاغذيه الحيوانيه وفي الكبده وهيك، وفي فيتامينات موجوده لا بالاغذيه النباتيه. نعم. هلا كمان عندنا الاوميجا، الاوميجا 3 موجود في الاغذيه في الاسماك. نعم. هون برضه الشخص بيقدر ياخذها من من انواع اخرى من المكسرات. نعم. من الجوز ايضا. عندنا غير الأوميجا 3 والحديد، إذن يعني تقريبا نقدر نحصل للنباتيين كل هاي الفيتامينات ببدائل معينة. طب خلينا نحكي لو شخص نباتي قرر أنه يرجع يأكل لحوم، هل هي عملية سهلة أم خلينا نحكي شبه المستحيل؟ لا هلا ما يعني ما بقدر يرجع فجأة، لازم يتدرج في الرجوع للحمية الطبيعية. نعم. يعني لانه هذا الشيء بده يختلف على جسمه، فكل شيء بيجي تدريجي، ما في شيء بيجي هيك مره واحده انك تعملي شوك للجسم فجاه بقى يعني اكل لحوم، عرفتي؟ نعم. ما بزبط. نعم. طب هل بتنصحي مثلا الاشخاص النباتيين بالنسبه لاولادهم، هل بتنصحي انهم ياثروا على الاولاد ويخلوهم بنفس او يتبعوا نفس النظام الغذائي، او انه يتركوهم على راحتهم يشربوا الحليب ياكلوا لحم؟ لا انا بنصح الاهالي انه لا يتركوا الاطفال على راحتهم، لانه هم هذول الاطفال بعمر نمو. نعم. واذا يعني لازم انهم ياخذوا كالسيوم، لازم يعني في مصادر لازم انها تتاخذ يعني، وحرام نحرم الطفل منها، وهذا برضه بياثر على نمو الاطفال وتطورهم العقلي، فما بصير انه احنا يعني ناثر بمعتقدنا على طفلنا، لا هو له حريه الاختيار، وليش احنا نحرمه من نمو صحيح يعني؟ لا مش نعم. هاي كانت نصيحة للنباتيين. طب نصيحتك بشكل عام لكل المتابعين اللي عم يتابعونا؟ نصيحتي انه شو ما كان الشخص بتتابع حمية انه يتابعها بشكل صح، لانه تعددت الحميات، لكن انه اللي بتتابع الحمية يتابعها بشكل صحيح متوازن، ياخذ جميع الحصص، يتناول الحصص الكاملة من البروتين وكل اشي بيعطيه الفيتامينز والمينرالز اللي هم بيحتاجهم. نعم أسيل المعايطة، كنت معنا اليوم في يعني فقرة التغذية، بنشكرك كثير على كل هاي المعلومات ونصائحك، إن شاء الله الكل بتتابعها وبسمعها عبر شاشتنا عبر قناة المملكة. أسيل المعايطة ماجستير في التغذية العلاجية، شكرا جزيلا لك. عفوا، أهلا وسهلا. شكرا.